أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناقب المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه. وقال سموه في تصريح له: بقلوب يعتصرها الحزن والألم نودع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه. وبرحيله افتقدت الأخ الكبير والعزيز رفيق الدرب الذي تعلمت منه الكثير من سيرته العطرة وصفاته الحميدة وحبه للناس وعمل الخير. وأضاف سمو الشيخ محمد: أننا برحيل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمه الله افتقدنا قائدا حكيما ورجل السلام والتآخي، ذلك هو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح عنوان الحكمة وأمير السلام الذي عرفته عن قرب وشهدت مواقفه الإنسانية والوطنية المشرفة. وقال سموه: لقد فقدت الكويت والأسرة الخليجية والأمتان العربية والإسلامية والعالم قائدا فذا عمل لخير وطنه وشعبه ولتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمه لحل الخلافات على الساحتين العربية والإسلامية، حيث تحمل رحمه الله الكثير من المشقة والعناء لتحقيق ما كان يؤمن به من أهداف سامية ونبيلة وصولا للأمن والاستقرار فيما بين الدول والشعوب. وأضاف سموه: لقد رحل أبو ناصر وفي جنة الخلد مثواه بإذن الله، وأن أعماله الإنسانية وإنجازاته الكبيرة ستبقى تخلد ذكراه العطرة وصفاته الحميدة والتي ستظل في ذاكرتي ووجداني ما حييت. وقال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة: إنني وأنا أتقدم إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي وأسرة الصباح الكرام بأحر التعازي وصادق العزاء، لأدعو المولى العلي القدير أن يتغمد فقيد الكويت والأسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان وأن يديم على الكويت أمنها وتقدمها ورخاء شعبها الشقيق.